من المشاريع الملتزم بها أمو صاحب الجلالة على صعيد المملكة، التزمت الوزارة بإحدى 80 مدرسة للفرصة الثانية، من بينهم ثلاثة بالجهة، ومن بين هاد الثلاثة بالجهة كاين مركز بإقليم خليبيا. هاد المدرسة ديال الفرصة الثانية هي داخلة في إطار التربية غير النظامية لإرجاع التلاميذ المنفصلين المنقطعين عن الدراسة، خصوصا لأصحاب الأعمار ما بين 13 و 18 سنة، قصد إعطائهم فرصة أخرى إما الإدماج أو لا الإدماج في النظام الدراسي أو لا في التكوين المهني، قصد تعيم سوق الشغل بالكفاءات اللازمة. بالنسبة أستاذ في إطار الشراكات المخولة لكم بالنسبة للتكوين المهني، شريك معكم في هذه العملية أم تتكفل بها المديرية لوحدها؟ لا، هو شريك بحكم اختصاصه بطبيعة الحال، وحنا كاين جانب ديال التكوين المهني، المديرية ديال التكوين المهني بطبيعة الحال تتشرف معنا وتتنسق معنا في تتبع التكوينات لهاد التلاميذ المستفيدين. بالنسبة للمدن الأخرى وتزام بالجد، كاين تفكير في هذا المركز أم غيبقى فرصة في خريبة؟ يعني الانطلاقه في هذا المركز نجحوه بطبيعه الحال، ملي نجحوا في هذا الرهان ديال 80 مركز على صعيد المملكه غادي يكون التفكير في توسيع مراكز اخرى ان شاء الله. شكرا استاذ.